5 جويليا وعن طريق عربات الذي سجل الهدف الوحيد في مقابلة وفاق سطيف اتحاد العاصمة، نال الوفاق الكأس الخامسة. أما آخر تتويج عرفه فريق عين الفوارة فكان بملعب 5 جويليا بسنة 1990 أمام مولودية باتنا، وهكذا يبقى الوفاق سطيف الأكثر تتويج في منافسات كأس الجمهورية. مولودية الجزائر نالت هي الأخرى 4 مرات هذه الكأس، الأولى كانت في سنة 1971 أمام اتحاد العاصمة، عاد الفوز للمولودية بنتيجة 2-0. في سنة 1973 وأمام 80,000 متفرج وفي لقاء القمة ودائما أمام اتحاد الجزائر، المولودية سيطرت وفازت ب4-2. أمام نفس العدد من المتفرجين أي 80,000 متفرج وفي لقاء من بين أحسن لقاءات كأس الجمهورية، بلم وبن شيخ سجل هدف الفوز أمام مولودية قسنطينة الذي يعتبر من بين الفرق القوية أنذاك، كان هذا في سنة 1976. آخر تتويج كان في سنة 1983 في لقاء انتهى بعد الوقت الإضافي وجمع المولودية بجمعية وهران، إنها الكأس الرابعة لمولودية الجزائر التي لم تعرف تتويجا آخر وهذا لمدة 10 سنوات. شباب بلكور من أقوى وأكبر الفرق، سيطر في الستينات والسبعينات، نال أول كأس أمام القبة بعدما فاز في لقاء تميز بالمستوى الجيد بنتيجة 3-1 في سنة 1963. ثلاث سنوات بعد هذه الفرحة وأمام اتحاد العاصمة وبعد الوقت الإضافي فاز ب5-3 أمام نفس الفريق وفي ملعب بلوغين وأمام 16,000 متفرج، حقق شباب بلكور ثالث كأس له بعدما أنهى المقابلة لصالحه بنتيجة 4-1. في سنة 1978 ودائما أمام اتحاد العاصمة، شباب بلكور وجد صعوبة في المقابلة لكنه أضاف لسجله لقب رابع بعدما فاز بضربات الجزاء 4-1. فريق مولودية وهران نالها 3 مرات، الأولى كانت في سنة 1975 بملعب 5 جويليا بحضور 70,000 متفرج وأمام مولودية قسنطينة، النتيجة 2-0 من إمضاء فريحة وبالكدروسي.1984 موعد مع ثاني تتويج مع اتحاد البناء بملعب باتنا، بعدما كان الفريق منهزم بهدف لصفر استطاع أن يفوز بهدفين مقابل هدف من إمضاء بالميمون والسباح. اللقب الثالث للمولودية كان في سنة 1985 أمام الكراك أي مؤسسات قسنطينة، التتويج كان بقيادة المدرب عبد الله مشري. شبيبة القبائل صاحبة أكبر عدد من البطولات الوطنية والألقاب على الصعيد الوطني والقاري، أول كأس جمهورية كانت سنة 1977 2-2 من تسجيل لاربيس وماكري، وهذا أمام نصر حسين داي. شبيبات العب عني، شبيبات العب عني. ثاني
أمامي كأس فازت به شبيبة القبائل، كان هذا في سنة 1986 بملعب 5 جويلية أمام 60,000 متفرج وأمام وفاق القل بعد الوقت الإضافي وفي الدقيقة الأخيرة، وهذا من تسجيل اللاعب فرجاني. شبيبة القبائل سيطرت سيطرة كاملة في الثمانينات ونالت ثالث كأس الجمهورية في سنة 1992 أمام أولمبي شلب في الدقيقة الأخيرة من المقابلة. شبيبات العب عني، شبيبات العب عني. اتحاد الحراش عرف فرحة الكأس ولأول مرة في سنة 1974 أمام وداد تلمسان، هدف لصفر كانت نتيجة المقابلة، سجل الهدف اللاعب عبد القادر. في سنة 1978 14 سنة بعد التتويج الأول، تتويج ثاني أمام شباب برج منايل بحضور 35,000 متفرج، هدف لصفر كذلك كانت النتيجة من إمضاء اللاعب الدولي حكيم مدان. اتحاد العاصمة صاحب الرقم القياسي في الوصول إلى نهائيات كأس الجمهورية، أولها فاز بها في سنة 1981 ببلعباس أمام جمعية وهران، سجل الهدف الأول قد يرى قلب هجوم اتحاد العاصمة، أما الثاني فكان لجبار. ثاني كأس له كانت في سنة 1988 أمام شباب بلكور بملعب 5 جويلية وبحضور 40,000 متفرج، انتهى الوقت الرسمي والإضافي وفاز بضربات الجزاء 6-5. اتحاد العاصمة الفريق الذي يستحق التقدير والاعتراف كون أنه نشط 9 مرات نهائي كأس الجمهورية. كانت هذه الفرق التي نالتها أكثر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، فرق أخرى عرفت فرحة الكأس مرة واحدة وهي نصر حسين داي في سنة 1979 أمام شبيبة القبائل بعد ما ضيعت هذه الكأس 3 مرات أمام وفاق طيف ديناميكية البناء وشبيبة القبائل. فريق آخر نال هذه الكأس في سنة 1982 أمام نصر حسين داي وهو فريق ديناميكية البناء. حمر عنبة هي الأخرى نالت هذه الكأس في سنة 1972 أمام اتحاد العاصمة في لقاء شيق بملعب 5 جويلية. اتحاد بلعباس فاز باللقاء النهائي أمام شبيبة القبائل في سنة 1991 بنتيجة 2-0 وبالتالي فاز ونال هذه الكأس. أما مولودية سعيدة فتوجت بها في سنة 1965. السعودي راح يرسلها إلى حمدان، ولكن وصلت الكرة في رجله اليمنى وهو قوي متسلل اللاعب.